السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا برنامج اسمه جيمب، ده برنامج اوبن سورس منافس قوي للفوتوشوب. طيب لو انا عايز ابدا فيه هقول له نيو وابدا احدد التمبليت. التمبليت يعني حاجة جاهزة، تمام؟ وليكن مثلا على A3 مثلا، تمام؟ او ممكن تغير انت الويدث والهاي زي ما انت عايز، بالمليمتر او بالانش او بالبكسل. تختار الورقة بتاعتك تبقى بالشكل دوت ولا بالشكل دوت، يعني افقي ولا رأسي، وبعد كده بتقول له اوكي فبيعمل لك الورقة بالشكل دوت. هنا زي الفوتوشوب بالظبط، ورقة فاضية تقدر ترسم فيها اللي انت عايزه. تقدر مثلا تقول له انا عايز اعمل مثلا سيلكت على شكل مستطيل، وانت بتعمل سيلكت بيبدأ يجيب لك الخصائص اللي انت عايز تشتغل بيها. تقدر تكبر المستطيل ده او تصغره زي ما انت عايز بالشكل دوت. طيب لو انا هرسم مستطيل تاني، المستطيل ده يلغي المستطيل اللي فات. ليه؟ لان انا معلم على العلامه دي ريبليس. ممكن اقول له لا ديفلي اد، يبقى هيعمل لي الاثنين دول هيبقوا سيلكت. ممكن اقول له لا ده انا عايز اطرح بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له لا انا عايز الجزء المشترك بس، المره اللي فاتت طرح، المره دي بيجيب لي بس الشكل المشترك، بس انتر هيجيب لي شكل مشترك. طيب بعد ما سلكت كده ممكن تختار الاداه ديت، تقول له انا عايز الكلر دوت، وتبدا تلون زي ما انت عايز. وهنا عندنا الاداه ديت بتعمل تحديد بس بشكل دائري، نفس الخصائص ممكن تستخدمها. عندي ديت ببدأ أعمل سيلكت على جزء معين، يعني مثلا بالشكل دوت، وأقفل الشكل دوت، يبقى أعمل سيلكت على الجزء دوت. فأقدر أختار تلوين وأقول له مثلا عايزك تعمله باتر بالشكل دوت، تقدر تعمل شغل بتاعك على أكتر من لير. عندنا هنا نظام الليرات، فتقدر تضيف أكتر من لير. بيقول لك اللير نيم هيبقى اسمها إيه، الكلر تاج بتاعها، المود ممكن تختار من اكتر من مود، البلند سبيس، الاوبستي، شفافيه، وهكذا. تبدا تعمل لير جديده، تقدر ترسم على اللير دي او اللير دي، تقدر تعمل سيلكت على اي واحده منهم. تقدر تيجي هنا سيلكت تقول له انا مش عايز اعمل سيلكت على حاجه خالص، وتختار اللير 1 مثلا، وتبدا ترسم مثلا اهي بالشكل دوت، تمام؟ ده مثلا عايز تحط لون معين، ممكن تعمل تدرج لوني. تقدر تختار التدرج اللوني اللي انت عايزه، وتقول له عايز تدرج اللوني من هنا لهنا، وتقدر تختار وتغير زي ما انت عايز، وبعد كده تدوس انتر عشان الامر يتنفذ. ممكن تيجي تخفي الشغل اللي على اللير دوت، او تخفي الشغل اللي على اللير دوت. تقدر تستخدم الفرشة دي في ان انت ترسم وتلون شغل حر. طبعا تقدر تكبر السايز بتاع الفرشة بتاعتك، تقدر تغير الريشيو بتاعتها والانجل بس انها تبقى بشكل دوت. ممكن تعمل لير مستقل بحيث ترسم على ده غير دوت. ممكن تستخدم فرشة من دول مثلا اهو، لو كبرت هتلاقي ان شكل النجمة. خلينا نكبر اهوت. هتلاقي اغلب الادوات اللي موجوده في الفوتوشوب زي الفايل، بتلاقي ان انت تعمل ملف جديد و الايديت، تقدر تعمل تملى السيلكت باللون الباك جراوند او الفور جراوند، او تملى بباتر سيلكت، تقدر تتحكم فيه سيلكت الفيو، الصور تقدر تشوف المود اللي انت شغال بيه ار جي بي ولا ايه، وتقدر تعمل ترانسفورم الليرات، تقدر تحط ليرات جديده او تحول اللير الموجوده للير اخرى، او تعمل دوبليكيت، او تعمل ميرج. الكالر تقدر تختار بين انظمه كتيره من الكالرز، التولز الادوات المستخدمه، الفلاتر تقدر تعمل فلتر بالاشكال ديت بلر مثلا، تقدر تضيف ويندو او تلاقي العديد من الويندو تقدر تختارهم زي ما انت عايز.